اليوم بجماعة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز تنظم وزارة الصحة قافلة طبية متعددة التخصصات. اليوم وصلنا لأكثر من 150 قافلة طبية في إطار برنامج رعاية اللي كيمتد إلى غاية 30 مارس وتيجي في الوقت ديال الموسم ديال البرد، والهدف منه هو تعزيز الولوج ديال الساكنة القروية والجبلية إلى خدمات طبية علاجية وقائية متخصصة. اليوم في مولاي إبراهيم هناك 58 من الأطر الطبية وشبه الطبية اللي حاضرة، 18 الأطباء أخصائيين و10 ديال التخصصات، طب نساء والتوليد، طب الأطفال، طب أمراض الجلد، طب العيون إلى آخره. أكثر من 1200 مستفيد منهم كذلك تلاميذ، وكيشكلوا 10% ديال الساكنة ديال هاد الجماعة. إضافة لهذه القوافل الطبية كاين هناك خرجات ديال الوحدات الطبية خلال هذا البرنامج الرعاية اللي فات اليوم 3300 خرجة، حيث أن وصلنا الهدف ديال 80% في خرجات، مع العلم أن مازلنا واحد الشهر. ثم كان هناك حوالي 440 ألف خدمة صحية علاجية أو وقائية اللي درناها في هذا البرنامج. اليوم في المجال القروي التعاون مع الجماعات الترابية، التعاون في إطار البرامج الوطنية الأخرى كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج لتقليص الفوارق المجالية، تنسعى إلى تعزيز الصحة المتنقلة اللي هي كنشوفوا فيها واحد السبيل إلى الرفع من مستوى ديال التأطير الصحي الطبي بالنسبة للساكنة اللي كتكون بعيدة أو عندها صعوبة للولوج إلى هذه الخدمات. هاد الخرجات كذلك تيكون فيهم يعني ميزانية مهمة ديال الأدوية باش كيمكن يتم تكفل بمجموعة من الأمراض، وتكون فيها كذلك سيارات الإسعاف فيما يتعلق بالحالات المستعجلة اللي كيتم نقلها إما لعمليات جراحية أو كتكون برمجة ديال مجموعة العمليات الجراحية. وكنكتشفوا في هذه المناطق بين مجموعة الناس اللي كيكتشفوا أول مرة أن عندهم داء السكري أو أول مرة عندهم داء ديال ارتفاع الضغط الدموي، وهذه مسألة مهمة لأنه التكفل المبكر بهذه الأمراض مهم باش ما يكونش تداعيات وباش ما يكونش هناك يعني كلفة صحية ولا اجتماعية ولا اقتصادية مهمة. نضيف كذلك بأنه في القوافل تيكون هناك الكشف عن السرطانات، بعض أنواع السرطانات خاصة سرطان ديال الثدي وسرطان عنق الرحم، مما يعزز البرنامج الوطني ديال الوقاية ومراقبة داء السرطان.